تليفون دكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة. برحب بحضرتك معنا دكتور مصطفى. مساء الخير يا اهلا بك سيدي، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. الاول دكتور مصطفى قول لنا الاجواء كده، سير الانتخابات النهارده، هل كان في اقبال من الصيادلة؟ وكمان هل الفرز ابتدى ولا لسه؟ طبعا بدا النهارده فتح باب الانتخاب، كان النهارده الصبح الساعه 9 وتم غلق باب الترشح او باب التصويت الساعه 7 من قليل، وبيتم تجميع الكشوف دلوقتي ومراجعتها، وهيبدا الفرد ان شاء الله في خلال دقائق ان شاء الله. الاقبال النهارده ما كانش زي ما كنا بنأمل، كان ضعيف النهارده نوعا ما. ليه يا فندم؟ تقييم حضرتك ايه السبب؟ هو يعني دايما دي انتخابات تجديد نصفي، مش انتخابات كامله. عندنا انتخابات طبعا كل 4 سنين، عندنا سنتين وسنتين. السنتين اللي جايين هيكون في انتخابات كامله كل النقابات الفرعيه مع منصب النقيب العام، فبالتالي في زخم اكتر ويكون في اقبال اكتر من ده، لكن دي انتخابات تجديد نصفي. توقعنا ان الزخم يكون اكتر مع كلام نقيب الصياده دكتور محي عبيد، انه قال انه في قوائم مستتره من الاخوان والسلفيين ومدعومين من يعني هذه الجماعات بشكل كبير في الانتخابات اللي بنتكلم عنها، فبالتالي ايه موضوع هذه القوائم؟ وده الكلام ده ما انعكسش في الاقبال يعني ولا ايه؟ لا لا، ده بالفعل ما كانش فيه تاثير يذكر الا في بعض التوجهات معينه، طبعا ده في كل انتخابات بيكون موجود. دول اللي بالنسبه لنا بس ده موجود، يعني في قوائم للاخوان، قوائم للسلفيين، وجمهورهم ومريديهم يعني هم اللي كانوا حريصين على التواجد النهارده. يعني كان موجود، ما كانش بصوره ملحوظه يعني قوي، ولكن هو بالنسبه لنا ده حقه ما دام يحمل كارنيه النقابه، فهو بالفعل زي اي انتخابات في اي مكان بيكون لهم حق ان هو يكون موجود سواء الترشح او الانتخاب. ولكن في عندنا بعض المحافظات مثلا اللي كان فيها انتخابات كامله زي محافظه الغربيه، كان فيها اقبال كبير جدا علشان كان فيها منصب نقيب الغربيه بيتنافس عليها حوالي 7 مرشحين تقريبا، وكان عندنا الثلاث مقاعد تحت السن، فبالتالي الاقبال كان في الغربيه كان افضل المحافظات كان فيها عدد الناخبين. بقيه المحافظات يعني تقريبا في الرينج اللي احنا كنا يعني كنا نفسنا يكون اعلى من كده، ولكن في الرينج العادي اللي بيحصل كل سنه كنا نتمنى يكون اعلى. طيب ان شاء الله. انت حضرتك دكتور مصطفى بتقول انه حقهم اخواني او غيره ما دام معاه الكارنيه حقه الترشح ويعني ما فيش مشكله، لكن التخوف من موضوع يعني اختطاف النقابه او صبغها بتوجه او لون سياسي لهذه الجماعه، الكلام ده ملوش مردود على الارض من قبل حضراتكم؟ لا لا بالفعل، احنا انا بقول ان هو حقه ان هو يكون موجود، ولكن الفرز بالفعل يعني فرز الاشخاص وفرز التوجهات المهنيه الناس كلها عارفاه، فبالتالي ما قبل كده من 2011 الامور مش بتروحش في اتجاه غير اتجاه مهني، مش اتجاه خالص حد ياخدها في اتجاه سياسي او اتجاه المصلحه. الصيادله اكثر ادراكا للامر، بالفعل هم عارفين مين اللي يكون موجود مين اللي ما يكونش موجود. نتمنى ان فعلا يكون في عندنا مرشحين اللي هينجحوا الفتره الجايه يكون توجههم مهني، وده اللي يبدو انه ان شاء الله هيكون غالب، مش هيكون في سيطره لحد عشان ياخد النقابه لاتجاه مصالح اخرى غير مصالح مهنيه ان شاء الله. أعمال الفرز في طريقها يعني خلاص يعني فترة بسيطة دكتور مصطفى، مش كده؟ يعني ممكن نرجع ونتابع مع حضرتك برضو نشوف المؤشرات كده والاتجاه هيكون عامل ازاي. إن شاء الله خلال دقيقة إن شاء الله هيبدأ الفرز في اللجان اللي عندنا إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. نتابع مع حضرتك دكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، شكرا لحضرتك.